عايزين نطمن جمهور النادي الاهلي على طاهر محمد طاهر. الحمد لله بعد عمل اشعه اتضح ان الكدمه في الضلوع والضلوع سليمه. الحمد لله ما فيش ولا شرخ ولا كسر. وباذن الله هنشوفه قريب جدا في الملعب. معلش يا كابتن عايز اتكلم على طاهر بس يعني فضل. طاهر النهارده برضو الفتره اللي لعبها الفتره القصيره اللي لعبها بصراحه ادى بشكل كويس قوي. الجول الاول كان ليه برضو تاثير كبير.